همي مواردي اعتمادي العلامة البهبودي هو كتاب الضعفاء ماذا؟ لابن الغضائر. تجدون أن البهبودي هي يضعف 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 يضعف، هو يعتقد أن هذا الكتاب لا إشكال أنه لابن من؟ لابن الغضائر. التفتوا جيدا، وهذه الآراء التي ذكرها ابن الغضائر هي آراء من؟ آراء أبيه، ولكن أبوه كان يخاف فأوكلها لمن؟ ها؟ لمن أوكلها؟ لابنه. وهو يعتقد، وهناك قرائن كثيرة، أنه كانت لجنة مشكلة من النجاشي وابن الغضائر لكتابة ماذا؟ كتاب في نقد الرجال، وأن كثيرا من تضعيفات النجاشي مأخوذة ممن؟ مأخوذة من ابن الغضائر الذي أخذها ممن؟ من شيخهم، من شيخهما وهو الغضائر. ما أدري واضح إلى الآن أعزائي الخريطة؟ الخريطة. ولهذا أنتم تجدون بأنه البهبودي أعزائي، البهبودي في معرفة الحديث في صفحة 112 يقول رجال ابن الغضائر، صفحة 116، رجال ابن الغضائر: وظني أن النسخة المتداولة بين أصحابنا الرجاليين من عصر العلامة الحلي المعروفة برجال ابن الغضائر هي النسخة التي كانت عند شيخنا ابن النجاشي فظفر بها العلامة واعتمد عليها، لأنه العلامة أيضا يعتقد بصحة ماذا؟ بصحة كتاب الضعفاء، ويستند في دعواه إلى أن هذه النسخة عليها توقيع ابن النجاشي، فهي ورثها ممن؟ من أبيه النجاشي. وكثير من التضعيفات في النجاشي من أين جاءت؟ ها؟ جاءت من هذه النسخة التي كانت لابن الغضائري التي وقعت بيد من؟ ولكن هؤلاء، شوف الوضع كالحصار الفكري، خافوا أن يترجموا له، خافوا أن يترجموا له، لا الطوسي ترجم له ولا النجاشي. لما رأى عليها من شواهد تحقق صحة الانتساب إليه: وقد سبرت الموارد التي نقلها ابن النجاشي نصا أو كناية، فوجدتها مطابقة لما في هذه النسخة المعروفة. رحت استقراء سويت، شفت بلي النسخة التي تنقل عن ابن النجاشي هي النسخة الموجودة بأيدينا. إذن هاي النسخة نسخة ماذا؟ صحيحة أو غير صحيحة؟ لا، صحيحة. ولذلك صح الاستشهاد بما في طيها من المسائل التي يتعلق بالجرح ويفيد الاتهام، وستعرف شطرا من ذلك. شوفوا، إذن القضية قضية علمية، هسه قد أنت تناقشه مو في مشكلة. ولهذا تجدون أن البهبودي، وقعا أنا أدعو الأعزة لمطالعة تراث الرجل، هذا الرجل بغض النظر أنك توافقه أو ماذا أو تخالفه، أنا ما أريد أقول توافقه فيما يقول كما في هاي المسألة، قد أنت تختلف معه، ولكنه ينبغي على الإنسان دائما أن يطالع، لا فقط أن يكتفي بوجهة نظر واحدة.